السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم عاوتاني دائما من الفاجعة ديال البارح. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، هذه واحد احد الساكنة اللي كانت في المنزل المجاور غادي تحاول تقرب من الصورة. كما كتشوفوا الحالة ديال الناس هنا، السلام عليكم. السلام اخويا، تقدري تحكي لنا شنو طرا بعدا قبل ما نمشي عاد باش ندخلوا معاك؟ خويا حنا الدار قدام ساكنين فيها رازي، والدينا مزيودين هنايا وتولدنا حنا هنا في الدار. وهذه البارحة خويا مع ديك التسعودونس حتى كنحسوا بالزعزع تزنزن علينا، هبطنا هبطونا البوليس الشرطة هبطونا، قال لك هبطوا ما تباتوش هنايا. صافي هبطنا، انا عندي ثلاثه البنا جوج بنات ودري درياش في الدار المجاوره. هاد الدار هادي اللي مقوده هنا في الشارع، هادي اللي في الشارع حيت متكيه علينا، حيت لات رابت هاد الدار غطيح. انسانو نتوما ساكنين في الدار وحنا راه الزياده، راه انا عندي واحد 46 عام ولا راه مي هنا مي ساكنه هنا ملي كانت العرسه هنايا، وشوف شحال من عام. سمعت قبيله عندكم الروسيه ديال الكرب؟ عندي ب 1000 فرانك الروسي، ب 10 دراهم. مي كانت كاريه ب 1000 فرانك في الدار هذه. ملي كبرنا حنا وداك الشيء خويا تزوج، بقيت انا حيت هجاله وداك الشيء، بقيت في الدار خلق في البيت. بقيت انا ووليداتي. ملي هذه وليداتي وداك الشيء الريسي دار لي مون الدار، دار لي الريسي في 12 فريال. قال لي حيت مات تما كتخلصي 12 ريال ولا تخرجي من هنايا. والدار تباعت لواحد اخر، فهمتي؟ تباعت لواحد اخر، من واحد لواحد كيشريها. صافي اخويا وانا تقهرت عيش. انا لم اليوم جا القرار انكم تخرجوا. بالقرار نخرجوا، انا ما عنديش ليله فين نعس، انا وبنياتي صغار. دريه عندها 9 سنين، وحده عندها 4 سنين ونص. ليلتي ما عنديش البارح بيتها، ما عند الجيران، وانا بيتها في الزنقه. اليوم جاكم قال لكم خرجوا؟ قال خرجوا حوايجكم وخرجوا. وفين غنمشي انا نعس؟ انا غنخرج حوايجي وغندير كيطون وغنبرك في الزنقه، حيت ما عنديش فين غنمشي. ونخاف بناتي يتشردوا لي، بناتي يتكرفصوا عليهم الشمكاري، يقدر شي واحد يخسرهم لي، يقدر، حيت عندي بنات ماشي عندي ولاد. وانا بنادم ضاع وشبعان حبس ومدقدق، اشنو غنمشي ندير انايا؟ منين غنكري نمشي نخطف؟ وعيش بقيت قاده على الحبس. لما خطفتش راه ما غنجيبش للدريات، ما غنمشيش ندبر لهم على فلوس الكره، وانا عيش بالحبس. بقيت قاده باغا نشفر، بقيت باغا نمشي للحبس. شنو هي الرساله ديالك اللي باغي تشوف؟ الرساله كندير عاش الملك ويشوف لينا شي حل، والسلطه وهادي يديروا معنا شي حاجه. هادشي اللي كنقول. انتوما كتفضلوا بنتي تريب عليكم وتخرجوا للزنقه؟ اللهم حنا ما ريبانش عندنا ريبه، لما تبقى هكاك وندخلوا نسكنوا فيها. مسورين على الشا ومسورين على بزاف الحوايج وعلى وليداتنا، عاد ريب علينا، حيت ما عندناش فين نسكنوا، ما عندناش بليتنا بيتين في الزنقه، ما عندناش فين نسكنوا، ما عندناش نهار، ما عندناش فين نسكنوا، ما عندي انا بعدا لا كنهضر على راسي، ما عندي لا عائله، ما عندي حتى شي حد، وحدانيه بوحدي، فهمتي؟ بوحدي ما عندي حتى شي واحد، انا بوحدي، انا وليداتي جاله في ليلتي. الناس ساكنين في هذاك المكان؟ انا ساكنين معايا ناس قدام. كاين تما تقريبا عندكم؟ كاينين ثلاثه، وحدين يلاه جاو سكنوا، جاهم افراغ بزنقه السته وجاو سكنوا تماك، ما عندهمش لاكارت على تما. صافي حنايا قدام والدينا كانوا هنايا، حنا جوج الناس، والدينا كانوا هنا كابرين هنا، تزادوا ولاد ولدوا ولادهم تزوجوا، بقوا والديهم ساكنين وولادهم بقوا ساكنين هنا في الدار. جوج الناس اللي هنا اللي ما عندهم لاكارت على حساب الدار، والديهم قدام هنا وولدوا هنا. انتم من اليوم الى خرجوكم غتتنعسي في الزنقه؟ غنعس انا في الزنقه، انا ووليداتي. قلت لك عندي وحده عندها 9 سنين وحده عندها 4 سنين ونص. ما عنديش نسكن، خصني نمشي نخطف، خصني نمشي نخطف نشفر باش نمشي نكري، ولا مشيت خطف غنمشي للحبس. وانا مابقيتش باغا نمشي على بناتي للحبس، كنقريهم في المخزن. وليت غدا مع مشيت كنبيع كلينكس، كندبر على راسي، عطا الله شنو كندير كل نهار، شنو باش كنوكلهم حوايجي بعتهم انا باش كنوكل بناتي. ما عنديش اخويا، البكي شداني انا بين عيني شداني، مقهوره وبزاف. وكتعرف
وحدانيه وما كاينش العوين وما كاينش اللي كيعشقك، كاينين جمعيات وما كي وما كاينش الناس كيوريوهم لك ولا كينفعوك ولا يعشقوك ولا يفضلوك، كيعطيو على الناس اللي عندهم، ما كيمشيوش ما كيتوصلوش الناس اللي مكحطين كيخرجوا لزادهم باش يسرقوا باش يبيعوا الحشيش باش ياكلوا ولادهم. بحالي انا كنهضر على راسي، ما تنهضرش على شي حد، تنهضر على راسي. انا من نهار تزاديت وانا هزه ولادي تنسرق، الا ما سرقتش لولادي ياكلوا ما كنعيش، ما كنقحب ما والو، كنسرق باش نجيب الولاد. ولكن انا عييت، عييت، قول لي علاش عييت؟ عييت على وجه الولاد، الولاد فين غيبقاو؟ عندي البنات باقيين صغار، يقدروا يتكرفسوا عليهم شي الحبس، يبقى شي دغيه مطقوبه نخرج تلقاها مطقوبه، طاق بينا لي اغتصاب، عييت ما بقيتش قاده. فين غنعس؟ لا ما نعس في الزنقه، ما عنديش هنا الناس، علاش انا ما بقيتش قاده على الحبس؟ انا شي حاجه نديرها باش نكري، باش ندبر، باش نكري المخزن باغي يخرجك، تيقول لك خرجي حوايجك وخرجي للزنقه. وفين غنخرج انا؟ فين غنمشي وانا قديمه هنا؟ فين غنمشي؟ يلا فين، فين غنمشي انا؟ يلاه مكافيه، وانت يلاه مكافيه مع القوت اليومي ديال دوك البنيتات. واتاي لا لقيت لهم كياكلوا الخبز، واتاي ولا كلو وخبز بدرهم، كنمشي كري ديال معد مول الحارج. انا كيشوفني بنادم داير الزيف الصاك جلابه هادي، يقول هادي راه شي وحده، لا والو عايشه بليله يلاه، اللهم سرقتها انا كليتها، انا تنقولها وعاش الملك وعاش الملك وعاش الملك محمد الزاد، عاش الملك، وتنقولها وتنعاودها. ولكن انا كنامر الله سبحانه وتعالى، الله يدير شي تاولت الخير، هادشي اللي كنطلب، وكنطلب اللي بغى بنادم يعاوننا محسن ولا شي حد ولا هادي كيتصنر خير راه مزيان، الناس يديروا الخير اللي كيخصهم يدار فيهم الخير، اما الناس اللي ما فيهمش الخير تيمشيو يديروا فيهم الخير. على انا حيت هدرت شوف تي في شحال هادي وطلعتها للدار، وقبل ما يوقع هادشي حسيت بهادشي غيوقع، ودخلت البيش، البيش كله مفوري ديال اللي الله سقى قلع باش ملقياه، الحيطه هادي ديال هالدار اللي راه باش متكيه عليا مفوريه، كيدخل منها كيطيح عليا الحجر كل حفارك، ونخلي طلعي غتطلع غتشوف كلشي بعينك. ايوا دابا انا مبقيتش قاد اخويا على الحبس، بليلتي ما عنديش فين نعس، شوفوا لي في النعاس ولا غندير شي كيطون ونبركلو البنيات. وكما سمعتوا مشاهدينا الكرام، هذه من احد الساكنه هنايا ديال هاد المنزل المجاور ديال، كما كنهضروا مشكل كيجر مشكل، انتم سمعتوا الحاله ديال السيده مع الجميتات ديالها صغار، من اليوم ما عندها فين تمشي، السبب ان المنزل ديالهم خرج فيه قرار هو مجاور للمنزل باش جا التنفيذ، لانه المنزل المجاور لهم طاحت ليه واحد كيما شتو شويه انت خدام في المحل هنا، عاودني باش نوقع لك، انا نشدك، اخليك اخليك، انا نشدك. انا كنت خدام هنايا، خدام هنا من الصباح، من 8 الصباح حتى 7 ديال العشيه، خرجت بدلت حوايجي صافي ساليت خدمتي، خرجت بقيت هنا واحد شويه، ويتلاح علينا واحد، تلاح علينا الصاح من الفوق، خدام مع واحد السيد هنايا، تلاح علينا داك الشيء من الفوق، ملي جات لابيلانس دونا، ما كاين حتى شي واحد يقول لك، يقول لك يقلبك ولا يلا، واحد الفاصله اللي داروا لي من تحت، انا تضريت بزاف، كليت العصا ومازال حد الان هو كليت العصا. ماشي ولد هذا انايا اصلا. هما ملي هزوكم بالاسعاف داوكم من تما، شنو هما الاجراءات اللي خداو اللي داروا معاكم تما في السبيطار؟ الاجراءات اللي داروا داروا معنا، ما داروا معنا والو، ما كاين والو. والو ما كاين والو، واحد شويه التقطيره اللي داروا للعينيه، ومازال كنحس براسي انا ماشي هو هذا. اي لحظه خصني نطيح بحق الله، كليت 3-4 ضربات، وحده هنايا، وحده لتحت، وحده في الراس. شحال من عام وانت خدام مع السيد؟ خدام مع شي 4 سنين بحال هكا. واش وقع بالضبط للعيال ديال المنزل؟ المنزل هذا انا بحال اللي كنحل، لقيت راسي منشور بحال شي رعدين لا ضربات ولا شي حاجه، لاح لينا داك الشيء من الفوق، جاب الله الباش كالي عليا، ما كنت غنموت. كنت مشيت فيها نموت. كون ما كانش في الباش كون؟ اكون من الباش كون مشيت، الله يرحمني. ولكن اش غنقول لك؟ ما كاين حتى شي واحد من غير الله. الحمد لله.
كما سمعتم المشاهدين هذا احد الناس اللي كانوا خدامين في هذا المحل. شتو الحاله ديالو البارح؟ هزوا على وجه السرعه الدهن المستعجلات على حساب الكلام ديالو، ما تخدات لا اسعافات لا والو. كما سمعتوا معنا مشاهدينا الكرام، قلت لكم مشكل كيجر المشكل. مشاهدينا الكرام، ربما نكتفي بهذا القدر الى بث مباشر جديد. اذا كان شي جديد نوافيكم في هذا الموضوع هذا، نتمنوا على ان الصوت ديالنا يتسمع، تلقى حلول لهذا الشيء هذا. كان معكم عبد الرحيم من درب كبير زنقة الكروة، الى اللقاء في بث مباشر جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.